أعلنت وزارة التربية والتعليم طرق تسليم مشاريع الأبحاث لطلاب الصفوف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي. خطوات التسليم الورقي: بعد ما هتجهز المشروع ورقيا هنحطه في ظرف مغلق، بعد كده هنكتب الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطالب المشترك في المشروع على الظرف، بعد كده لو كنت ضمن الفئات الخاصة زي طلاب المنازل وضح الكلام ده على الظرف، بعد كده هتسلم الظرف للمدرسة ما بين الفترة من 9 مايو ل 16 مايو في سنة 2020. وعندنا خطوات التسليم الإلكتروني كالتالي: هنقوم بحفظ ملف المشروع في صورة فايل PDF، بعد كده هنسمي الفايل PDF كالتالي: هنكتب الرقم التعريفي بتاع الطالب، بعد كده السنة الدراسية، يعني مثلا هنكتب على سبيل المثال 4343478G8. ولو كان في أكتر من طالب مشترك في البحث يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط والصف الدراسي. بعد كده ادخل على حسابك على منصة إدمودو، ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة المشروع البحثي لعام 2019-2020. بعد كده هنضغط على الأيقونة، هتظهر لنا نافذة رفع المشروع، نحمله بعد ما نتأكد ان احنا سميناه التسمية الصحيحة. ولو تاني في أكتر من طالب مشارك يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة التفاصيل. بعد كده هنضغط على زرار التسليم النهائي، وسوف تتاح منصة تسليم المشروعات على موقع إدمودو في الفترة من 9 ل 16 مايو. طرق التسليم الأبحاث للطلاب هي دي الطريقتين اللي عندنا.